يعني شفنا اليوم يعني تلقينا ما صرح به رئيس الجمهورية كان احنا كمهنيين وفلاحين بكل إريحية، وخلانا نفكر حقيقة انه رئيس الجمهورية يولي الأهمية القصوى للقطاع الفلاحي. شفنا كنتكلم على يعني شحذ الهمم تاع الفلاحين وكل المهنيين، ويتكلم على استعمال التقنيات الحديثة بالنسبة للقطاع الفلاحي، القروض الفلاحية بالنسبة للمستثمرين، يعني كذلك حث الشباب على دخول في القطاع الفلاحي. كل هذا يعني كسياسة شاملة. كذلك بالنسبة تكلم كثير على الحبوب، إنتاج الحبوب كمادة استراتيجية للجزائر، وتكلم على الوضع الدولي، وهذا الدولة اللي ما عندهاش اكتفاء ذات تحت على الحبوب، ما هيش يعني دولة ما هيش مؤمنة. هذا اللي خلينا يعني خلينا اليوم نكونوا نحن كمهنيين في القطاع الفلاحي انه نكونوا مرتاحين من ناحيه السياسه العامه تاع الدوله والفلاحه. وسيد رئيس الجمهوريه راه يشجع الشباب باش يديروا الاستثمار في المجال الفلاحي، والحمد لله عندنا تجربه تاع 5 سنوات، والحمد لله الان رانا يعني في المداومه، وان شاء الله رانا نحوسوا باش يكون عندنا مساحات شاسعة باش نكبروا الإنتاج ونزيدوا في الإنتاج ونزيدوا في المنتوج الوطني، ويكون عندنا اكتفاء. تحت الرئاية الثانية للسيد رئيس الجمهورية اجتمعنا اليوم في إطار اللقاء الوطني تحت شعار الفلاحة من أجل الأمن الغذائي المستدام. في هذا الإطار بالنسبة لقطاع الغابات اليوم أعطى السيد رئيس الجمهورية توجيهات بخصوص قطاع الغابات، أي التسريح بالنسبة للرأي، وهذا في إطار عملية يعني حشاش الخضراء لكي نتفادى الحرائق في موسم الصيف. زد على ذلك كذلك تربية النحل بالمناطق الغابية بصفة عامة، وكذلك أعطى توجيهات بالنسبة لمشروع السد الأخضر على غراسة الأصناف التي لها تلعب دور بالاقتصاد الوطني، أي مثل أشجار اللوز وكذلك الزيتون وكذلك أشجار ذات طابع اقتصادي بحت.